سؤال مهم جدا بيجي لنا كتير قوي الفترة الأخيرة، هل في طرح أراضي من شركة العاصمة الإدارية الجديدة الفترة القادمة؟ طبعا احنا كنا طرحنا الفترة السابقة طرح بعض الأراضي اللي هي الأراضي مساحات مش كبيرة. عندنا برضو منطقة جديدة هنطرحها إن شاء الله قريب برضو للميكستوز أو الحاجات دي كلها، لأن دي كلها خدمات اللي احنا محتاجينها، بجانب بقى التفاوض اللي شغال مع الشركات الكبرى في المساحات الأكبر. ويعني يمكن أعلنت كذا مرة إن احنا قريب هنعلن إن شاء الله، فيعني إن شاء الله يعني قبل نهاية العام هيبقى عندنا اتفاقات مع شركات كبيرة في المشروعات العمرانية الكبيرة. هل في تسهيلات جديدة للمطورين اللي بيشتغلوا الفترة دي في العاصمة الإدارية الجديدة أو يعني مازالوا بيشتغلوا في احنا بنحاول العاصمة بقى بنشوف الإدارية؟ التيسيرات القديمه عملت ايه. احنا قدمنا تيسيرات كتيره ماليه نتائج التيسيرات طبعا عشان القديمة؟ نشوف الجديه، لان بقى يعني الفتره اللي جايه احنا هنركز بقى على المطورين الجادين. المطورين اللي لسه في عندهم بعض التحديات هنشوف ايه المشاكل عشان نقدر لما نيجي نطرح تيسيرات جديده تبقى تيسيرات يعني تلقى برضو قبول وتلقى يعني حركه في المدينه. يعني حضرتك نورتنا، واحنا دايما بنبقى سعداء ان احنا بننقل كل تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة بشكل عام وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بشكل خاص.